أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل المصلى الخاص بالنساء في هذا المسجد خارج المسجد؟ وهل يجوز للمرأة الحائض حضور الدروس في هذا المصلى؟ نعم، المصلى في هذا المسجد داخل المسجد، ما هو خارج المسجد، فهو من المسجد، ولا يجوز للحائض أن تدخله. لكن الحائض بإمكانها أن تبقى في سيارة خارج المسجد تستمع له، يكبر الصوت. أما أنها تدخل في مصلى النساء هذا لا يجوز لها، لأن هذا داخل المسجد وبابه على المسجد.